اللي شاري محطة تحلية المياه ومكلفت انه آلاف الريالات العمانية احيانا يشك في كمية المياه المنتجة من هذه المحطة. من خلال الوحدة الزجاجية هذه يستطيع الزبون معرفة كمية المياه المنتجة من المحطة. كيف؟ خلونا نشوف المشهد. الوحدة الزجاجية الاولى تكون مخصصة لكمية المياه الحلوة المنتجة من المحطة، أما الوحدة الثانية فهي مخصصة لحساب كمية المياه المالحة الخارجة من المحطة، مع الأخذ في الاعتبار درجة ملوحة المياه وقوة المحطة. فعلى سبيل المثال في هذه المحطة 10,000 جالون يفترض إنتاجها يوميا، في هذه الوحدة الزجاجية الأولى الخاصة بالمياه الحلوة يفترض أن يكون الرقم المؤشر عند تشغيل المحطة رقم 7، ثم نضرب 7 مضروبة في 24 ساعة مضروبة في 60 دقيقة، فيعطيك الناتج. هذا الناتج هو اللي يفترض من كمية الجالونات المنتجة يوميا. كذلك الأمر بالنسبة لكمية المياه المالحة الخارجة من المحطة من هذه الوحدة الزجاجية، على سبيل المثال المقياس على 10، على سبيل المثال المقياس على 10 عند تشغيل المحطة، حاليا هي مش شغالة لأن الخزان ممتلئ حسب المؤشر. فعندك رقم 10 نضربه أيضا في 24 ساعة مضروب في 60 دقيقة، فبالتالي بيظهر لنا كمية المياه المالحة الخارجة من المحطة.